أخبار اليوم. وهقول لك حاجة تانية، والفن طول عمره ما بين الأحلام والازدهار، تيجي فترات الأحلام ثم يتلوها فترات الازدهار. نحن الآن في فترات الأحلام، حتى إشعراف، حتى يرمى حرض بالمياه الراكدة. وده دول القائمين اللي هم بتوع القطاع الخاص دول ايه؟ بيهم بيبير. انت لو اتفرجت على التوك شو في التلفزيون ده شغالين بحساب اصحاب القنوات، مش لاصحاب الشعب المصري، مش بحساب الشعب المصري. انت النهارده اللي كان بيحافظ على الصناعه هي الدوله، مؤسسه السينما، قطاع الانتاج، النهارده كانت الناديه بتنتج، كان في حاجه اسمها صوت القاهره. انت النهارده خد القطاع الخاص عرض وطلب. بس انما مين اللي هي الدور مربوط بيه؟ انا مش دور، وانا ايه؟ انا دوبك حاجه كده، جزء من علوم، ولا دور مؤلفين. لكن من حين لاخر بتلاقي فيه الراسه، بتلاقي فيه علامه بشيء جيد وشيء محترم. زي ما ساعات تفضلت وقلت ده نموذج، في نماذج اخرى. القاعده استثناء القاعده. وانا دايما اقيس حجاب الغنى بالطرب. يا راجل يا سيدي، انا جيلي الشعب المصري كانت ام كلثوم بتغني شعر، ده شعب مصري فهمه. كانت ام الست البسيطه اللي ما راحتش مدارس كانت بتفهم، كانت بتفهم. سالوا رؤوس الطيله هلا مسافه، احد بيشاور حافظ يعني كل الشعراء. النهارده تحداك لو سألت حتى بعض المثقفين، لو سألت في لفظ جزمة أطفئ نظر القلب بشهد الرضا، لو سألت له الرضا مش هيعرف. في رحلة فترة اهتراق، كانت الناس احنا تربينا على كده. تربيت أم كلثوم، حافظ إبراهيم، أحمد بن شوقي، الشعراء. كان في مد ثقافي، كان الكتاب بقرشين سلف، كان صورة سباكين كتاب بقرش سلف وقرشين سلف. كنت لما نجمع 10 سنة في السبعينات وانا خريج جامعة 78 كنا بنشيل سنة نجمع، لو نجمع 10 سنة اروح اجيب رسم الكتب والسورة الزكية. اتربيت على رواية الهلال، دار الهلال، مطبعة دار الهلال، كل ده. النهارده ما فيش. كان في بقى سينما بجد، كان في كتاب بجد، كان في مسرح بجد، كان كل حكاية جد. فكان في تنوير، لحظه تنوير كده فاحر الافق يسبقها قبل كده. كمان بقى الجيل اللي قبله ضاع حسين والعقاد والمنفلوط وما الى ذلك. النهارده تحداك فين؟ قدوتك ايه؟ النهارده انت بتسمع مطربين الجدد؟ انا اقسم بالله وحياه ولادي انا بسمعهم نتيجه وانا معدي على من تكاتك من توك توك، لكن انا ما اعرفش اسمعهم. انا واقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، حليم، ورده، فايزه، الجيل ده، لان كان في معنى. فكان في كلمه، في لحن، في صوت، خلود، ثلاث عناصر فنيه مكتمله. خلود. انت من النهارده فين؟ مين اللي هيحافظ؟ انا اللي هحافظ. هذا هو دور الدوله.